هلا والله مرحبا بالالحلمين عدنا في <applause> الحلقه الخامسه من لعبه سارسان نقلت البيت نقلت الجزيره هذه الصغيره الرايقه حطيت اغراضي هنا شغلت الفيرنس حطيت فيه حديد وطين زين الى الان السلفر اوه دايز ما كم ما شفت كم يوم زبده الان السلفر الظاهر اني حاطه هنا ايوه هذا السلفر الان ما حطيته في النار ما ادري شلون طريقه استخدامه صراحه خلني اوطي صوت الموسيقى شوي عاليه أه، سويت الحركه اللي قلت لي عليها حركه جباره يعني قسم ذيابه ركبت البري... بيرنا ركبت لها هذا الشنطه وسادل هي والحلو هذا هو هي بعرض كلهم الحين صار عندهم سادلز حطيت حق الاكل حقهم هنا عشان ما يروحون بعيد أه، خليت بيتي في الوسط والاشياء الحلوه اللي بستخدمها حطيتها هنا على جنب شوف الضفدع شوف الضفدع يا قلبي عليك ودي اتغدى عليك صراحة طيب بقينا كذا شيء لسه ما فضيت الشنط اللي عندي ولا اي شيء طيب ابغى احط اول شيء ستورج نحتاج مثل انجت هذا الستورج جست كبير يحتاج اربعة متل انجت طيب كم جهاز عندنا جهاز ثلاثة اتوقع صراحة اللي عندي كافي عندي عدد كبير اقدر اسوي فيه <applause> ستورج يعني ما اخاف اني اسوي ستورج والستورج هذا ظاهر انه كبير مرة فراح يفك لنا ازمة مو زي ستورج هذا الصغير يعني هذا حليه والله ما قصر شوف عندي خمسه حديد بعد زياده تعال 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 ليش قاعده هنا؟ احرق احرق يا وحش اوه ما اقدر احط الا 30 اوكي اوكي واعطانا فحم وهذا الطين ودي اجرب يا عيال السلفر شوف اقدر احرقه خف يعني قاعد يطرطع علي والله ما ادري ما ادري ايش اسوي صراحه تعال 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 حط الاغراض هنا وخلنا نجرب السلفر بسم الله تعال يا حلو اوه اوه نحرق سلفر ظاهر سلفر زي ما قلتوا لي راح نسوي فيه قنابل باذن الله نجرب اسوي الزبده ما علينا ما علينا ما علينا عندي هنا سبعة الحين آه بينهم ساك حقت الثعابين حق العقارب ان شاء الله امورنا زينه هذه جهزت لي اربعه حلو سوت لي اربعه والله اقدر اسويها الحين نحتاج لذر والله عندي لذر انا عن كثير بعد الحمد لله اوكي بسم الله نشوف ايش وضعها ان شاء الله بس انها تكون كويسه يعني ما يكون شكلها قبيح. قلتوا لي البعيرين اللي قبل المفروض خذيناهم، والله صدق المفروض اني تيمتهم صراحه. لكن ان شاء الله يعني بنجيب زياده باذن الله، بيجي يوم بنجيب زياده، هذا ما فيها تمر، اوكي. هلا ابوي، هلا ابوي، هلا ابوي، نفس الحجم. يب نفس الحجم، ما اقدر احطها فوق بعض، قهر. بعرور الزهنجري يا ابوي كل، عندك اكل واجد. خلينا خلينا نخليه هنا يا عيال، اوكي؟ بسم الله. ااا آه فرق والله مو بذاك الفرق يا عيال، هذا اربع ثمانيه هذا 12 فرق اربعه زياده بس يعني فرق بس ما يسوى اني اخسر حديد عليه احس صح؟ ظاهر ما ما يسوى طيب ما علينا ما علينا خلينا نفضي اغراضنا لان صدق عندي اغراض مره واجد البلانك بخلي معي عشان ما انساه لان البلانك في الغالب راح نستخدمه في الطريق اللي في الكهف او مو في الكهف في الاهرام بخلي التمر معي لو لقينا بعارين ولا شيء نصيد لنا واحد انتي دوت ابغى اسوي حق الحراره عشان لو نستكشف مره ثانيه ما توهق بالشمس اسمعوا اسمع اسمع اسمعوا, اسمعوا, اسمعوا. انتم معكم اغراض مره كثير صح اركب تعال بدك تخشين هنا يا بيرنا أوه ما يقدر يدخلون تصدقون يا اخي ظهر منطقتي ذي لا ظار في من ورا طريق صح ظار في من ورا طريق يب في طريق من ورا هناك تعال بعرور الحقني يا عمري عليك يا بعرور قسم بالله انك ذيب قسم بالله انك ذيب اي اكتشفت شيء يا عيال الطين رجع رجعت لجزيرتي الاولى لقيت الطين راجع فكويس يعني الطين يرجع الاشجار ترجع احتمال الحديد بعد يرجع ما ندري ورا قعدتي على طول مش عندك اغراض وعندها والله اغراض واجد تعال اعطيني اياها كلها والله بنحتاج ستورج زياده الصدق تعال تعال اعطني ستورج بنسوي هذا العادي لان والله ما ودي اضيع حديد الحين احس اني بحتاجه والله ثمانية حديد وسلفر تسعة سلفر هذا يسوي لي جن باودر الظاهر بحتاج المورتر صح؟ يب عطني الطين، وين الطين حقي؟ هنا الظاهر. خل نسوي المورتر، انا سويته قبل بس اني كسرته عشان بننقل. حط هذا الشيست هنا. خل نحط فيه الاغراض اللي ما نبيها. عندنا الطين، الحصى، المورتر جهز كويس كويس. تعال المورتر بحطه هنا جنبهم. وش اقدر اسوي فيه؟ الظاهر لازم اوقف جنبه بعدين اقدر اصنع، صح؟ ريد باودر، جرين باودر، كلاي، الظاهر يا عيال الجن باودر والله اعلم لازم نتعلمه، طيب لو اخذنا السلفر من هنا هل بيتعلمه؟ خلينا نجرب الحين، خليك في المويه بس لانك ميت حر. الى الان ما في شيء هنا، خلينا نشوف البودر شيء جديد، والله ما فتحناه يا عيال. ما ادري ضار الضار لازم ندورنا في <applause> الاماكن ذيك الكهوف ما ادري البيوت ونجيب الجن باودر طيب مو مشكله مو مشكله انت مالك فايده حاليا يعني اوكي تشوفون هذه يا عيال هذه شجره الظاهر كسرتها اول ما سكنت هنا الحين طلعت كذا تطلع صغيره بعدين تصير يعني شجره كامله نبغى نمشي لكن مو اليوم خلينا نخليها لما نصحى بكره عشان ولا تدرون خلينا الحين ابى اروح بشوف هذا الاهرام دام قريب خلينا نشوف فيه تعال تعال عطني الاغراض الباقيه ما اتوقع باخذ معي بيرنا بخليها لان ما ما راح نطول احنا بنروح بس هنا وبنرجع مشينا 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 يا الله ي... يا الله هنا فكنا تريلا قسم بالله ايوه ايوه هذا ايش؟ غزال؟ ظهر غزال القرع والقهر اي أيوة والله غزال تمنيتها بعير صراحه خله خله من فاضيله بسم الله آه, الله يستر يا عيال الله يستر ان شاء الله الاغراض اللي معنا تكفي واتوقع بنحتاج البلانك الخشب وجايب انا الحمد لله جايب واجد بعد نجرب نشوف طبعا لسه باقي القنابل لازم نسويها عشان الطريق الثاني توقع الحين ايوه احنا احنا بانين مره كثير ما توقع باقي كثير متل فلور واحد اه حبه بس كانت نقصتني مثل يلا حط الحين الود وود بلانك عندي واجد عدنا عندي واجد مره جهز والله كملنا الطريق يعني ما بقى شيء خلينا نسوي كذا عشان نناظرها ايوه كملت خلاص كمل الطريق هلا بوي ما ادري يو كان ريجنايت داينج امبرز يوا يقول اقدر انور وش هذا؟ ما يتكسر اوكي يقولك في <applause> اشياء تقدر تنورها ظاهر في زي شعلات قديمه اقدر انورها طيب شكرا ابغى ابغى الوصفه يا شباب اعطوني حديد عوضوني كويس اوه لا بجوعان ميت ما في اي استمينه هذه اقدر انورها ايوه توقعون ان هي يا عيال الظاهر هذه قنبله يا عيال علموني اياها حلو حلو الحين ارجع البيت اسويها مطرقه اوكي انت فاضي طيب شلون انور الاشياء الثانيه او اشياء القديمه ويقول لك تقدر تنور اشياء كانت يعني زي مصابيح قديمه تقدر تنورها ما ادري شلون زي الشعلات القديمه تقدر تحط فيها النار ضارت ولا حابس ما ادري كيف زبده اخذنا سكرولات علمتنا الحين كيف نسوي جن باودر الحين نسويه نفجر الطريق الثاني زين لكن والله اعلم لسه نحتاج الارتفاكت الارتفاكت نحتاج اربعه انا عندي اثنين اي صح الثاني ما شفناه شغله يا وحش الاول ورانا انه كان في حرب بينهم وكذا بينهم وبين الايليانز جو مع مع النجوم اوه هذه كبنوا الاهرامات اه وين دي المدن انا ساكن جنبكم ما في <applause> ولا مدينه تستهبلون يلا ما عليه الزبده شكله قديمه مره يعني على اساس زبده ما يعطينا قصص يعني ما هو بذاك المفيد صراحه يلا ما عليه رجعنا البيت خلينا نسوي المفروض اقدر أسويه صح جن باودر باودر اوكي نحتاج سلفر وشاركول اوكي ونسوي كوكونات جرينيد نحتاج امتي كوكونات والله ايزي ان شاء الله ان في كوكونات في جزيرتنا واحتمال كبير ما في يلا ما عليه بكره صباح نجهز الجن باودر ونجيب بيرنا وبعرول ونحرك بعد ما نخلص نفجر هذا الطريق طبعا اكيد راح يقولنا انه نحتاج الارتفكت فبعد على طول نطلع ونحرك ندور الارتفكتس هل ادورهم في منطقه الرمليه اللي شفناها الحلقه الماضيه يعني اللي فوق هنا يمكن ما ادري بيرنا طلعت يا عيال ايش عنده؟ راحت عشان تاكل يا عمري عليك يلا يلا كلوا كلوا ايه يا صيدك يا حبيبي شكرا على اللحم يا حلو تعال يا حلو عطني اه نحتاج خشب ما قاعد يحرق يحتاج خشب شوف كم عندي لحمه يا عيال عندي 13 لحمه والله مجمع لحم واجد طيب وين آه الخشب خبر كان عندي خشب خشاب المفروض والله ما عندي نحتاج نطيح شجره اوكي عندي السلفر جاهز وعندي أوه كل شيء موجود احتاج كوكونات هنا المشكلة ما عندي كوكونات للاسف كلها تمر هل في بيتي القديم فيه كوكونات يا طيب ما حطيت لك حبه كوكونات هنا ايش فيه ايش دعوه يا ابوي ايش دعوه يا ابوي هذا وشو هذه كوكونات هلا والله عندي والله حبه كويس تعال تعال, تعال. ارمها برا ايوه شو نسوي فيها؟ <applause> لازم تكون امتي ايوه الحين خذيناها حط كونسوم الحين صارت فاضيه طيب اوكي الحين بحتاج حبل وحبل موجود عطني ويبنز هذا ايش ناقصنا؟ ناقصنا جن باودر اثنين اوه اثنين سوي يا رجال يو نيد مورتر طيب هذا المورتر موجود الحين نصنعها هنا يا عمري يا القمر يا الله يا بر بيرنا وخري خلينا نشوف سوينا واحدة سوي ثاني احتياط نسوي ثاني احتياط يب يب سوي ثاني احتياط اوكي سوينا قنبلتين قنبلتين طيب الحين خلنا نرقد نعيم من الله خير والصباح رباح يا صباح الخير يا هلا والله طيب البلانك الحين ما عاد الظاهر خاصين ينقرع ما قصرت الباء ما انت تعال هنا تعال هنا نظبط الاوضاع نمر زينه اقدر <applause> ظاهر اسوي بليسبلز تعال فرن 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 فايربليس هلا ابوي نحتاج كلي بريك وايرون ايزي ايزي طيب قبل ما نروح برضو اقدر اسوي يا عيال الظاهر ملابس ملابس او الدروع حقت الحليوه اللي طقينا معه طيب هذا ايش يحتاج؟ يحتاج ستة خل تدرون <applause> عطني عطني كل قطعة حقته واحد اثنين ثلاثة اي ورع ورع نقرا هنا نقرا هنا هذول بسم الله وش اقدر اسوي؟ اقدر اسويهم كلهم بس الظاهر يا هذا ما اقدر اسوي الدرع خلينا نسوي اول شيء الليجز وخلينا نسوي الهلمت هلمت ما اقدر اسويه والله نحتاج سكيل سوينا واحده سوينا رجول مو مشكله هذه هلا بوي ليجز شوفوا كيف درعنا يا حبيبي هذا انقلع خلاص ما عاد ابيك خليك خليك هنا ما نبيك انقلع طيب ناقصنا طبعا الطاقيه والتشيست آه ايزي مو مشكله اقدر اسوي الظاهر هذه اقدر ازودها في <applause> هنا قطعه ما سويناها هذه وينها ساتشل نحتاج لذر بس جل اثر اقدر اسوي اشياء سهله مره وانا ما ادري شكرا ورجع الاغراض دون سوينا ساتشل سوينا اوه سوينا الفاير بليس بعد صح تعال يا حلو وين حطك انت خلنا نحطه لا يكون لازم لا فاونديشن لا تستهبل ها طيب اصبر اصبر هذا وش سالفته الساتشل شلون نلبسه اوه الخياس وش ذا وش سوالي شويته فايدته انت شو فايدتك انت اوكي هذا احسن ذا هذا ازين من الساتشل ساتشل ضار في كلام الخياس بس مانتل يا ابوي ايوه اعطاني لذر اعطاني كذا شيء يلا يلا مو مشكله اللي معي كان احسن بواجد اجل اي يقلع الغباء سويت سمانت للقطعه الثانيه يقلع الغباء يا عيال يا عيال في مطرقه هذه اقدر اسويها مثل هام هذه تعلمناها في الكهف يقول لك نقدر نصنع فيها اشياء صعبه شوي بس ما ادري صراحه انا صراحه ما قد بنيت شيء فخلي نبنيها هي كاول مطرقه لنا ليش لا صح ولا لا؟ ليش لا صدق؟ فخلينا نقول عطني الليذر احتاج لذر يب يا عيال كنا صارت كبيره بزياده الشنطة صح ظهر ما كنت حاط باك باك انت حاط الثانيه ولا تيال يا اخي يا اخي كنا زادت والله يا عيال والله انها زايده كانت معلقه قبل وش السالفه مع باك باك انا كنت حاط كنت حاط هذه صح والله ما ادري والله ما ادري الزبده ما علينا فضل شنطه لو سمحت تحس عندي زحمه هي هي شو عرفش قاعد تسوي انت هي روق ايوه اووه وقفت في تراب يا حبيبي هذه فاونديشن اوه اقدر ارفعها وانزلها والله رايقه بتصير بس هذه تكون بدايه المنطقه حقتنا ما عليكم يا عيال ابغى بس احط هذه هي ما اقدر احطها هزه ارضيه هزه ارضيه حلو حلو تكسر الخشب حقي يوم حطيت قررت تجهزه. هذا ايش ما اقدر احطه هذا ايش تهبل ذا لازم طين الظاهر لازم جدار طيني والله او ارضيه طينيه الظاهر طب ما اقدر اسويها الطين مشكله ما تعلمناها يا عيال يقلع ابو القهر يعني ما اقدر اطبخ الحين يقلع ابو القهر يا ليل يلا يلا انقرا انقرا بس الله يكرهك الكلب خرج اثنين اثنين نعم ابو نعم تعالوا المويه تعالوا تعالوا اه كنت مفهي الله ياخذكم كنت مفهي وهذا الضفدع ناشب شوفونا يا كنت مفهي الله يقلعهم وينهم؟ ايوه تعال <applause> تعال ولا واحدة جتك حلو ابلع تكفى تكفى موت تكفى موت الله يقلعك يا حول يا حسان يا حول يا عيال يا عيال وش النكبة دي وين راحوا يا ضفدع انحش انحش الله ايوه ايوه شوف شفنا شفناه في راسه كذا واحده هذا مات هذا مات الحقه بموت انا بموت انا دمي نقطه دمي نقطه خذ 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 وين حق الدم حقي الدم حقي موجود 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 اوكي اشو 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 ما راح اموت يا عيال <تسجيل> الله يقلع سطرني الله يقلع سطرني تعال جهة الثانيه تعال جهة الثانيه تكفى وش ذا وش البثر ذا والله اني احاول والله اني احاول قسم بالله اني احاول يا عيال موت 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 مات اخيرا اخيرا ما بغى يموت وش المداهمه ذي يا كلاب وسط بيتي جاييني الله ياخذكم يبي احط حاجز هنا كذا عشان ايش ابن امكم يا من مقايل يلا يلا ما عليه احنا اصلا ما نسوي دروع والله يخرش والله يوم يا عيال كنت مفاهي ما ادري ايش كنت افكر فيه والله نسيت الزبده الايم يا عيال ايم ضياع؟ والله يا ضياع. اكتشفت اني ما اعرف اصوب صدق. <applause> وانتم قاعدين تشربون مويه ولا احد منكم تحرك فزعلي. الله ياخذكم. انا ايش كنت بسوي انا؟ انسيت ايش كنت بسوي قسم بالله. اي فاير بليس تعال حطه. كنت قاعد اجمع خشب عشان فاير بليس الله ياخذ بليزه. يلا يلا ارقد. الله يقلعك الله يسوي الوجه اجواء يا عيال توني لاحظ وجهه كذا قبيح. الله ياخذه. يا عيال المتل سبير هذا اقدر ارميه يا عيال كلهم اقدر ارميهم توني ادري اوه اوكي والله يا عيال احسن من ذا الاسهم الخايسه اللي معي الله يقلعها اوكي <applause> يا عيال انا معليش تو ارتعت فما عرفت اتصرف صبرنا الليل نمنا راحت الروعه اشوى اقدر اروح الحين يا عيال واقول او شي اللحم احتمال آه... نحتاجه بقول للحلوين اللي معي مشينا خلنا ننطلق اوكي؟ تعال فولو وانت يا حلو تعال مشينا هلا ابوي هلا ابوي تعال مشينا بنروح والله يستر بنفجر هذا معي القنبله يب معي كويس بنفجره في الغالب ما راح نلقى شيء لان بيقولنا لازم الارتفكت الاربعه هذا اللي فهمته من كلامكم زين؟ وبعدها بنطلع ندور ارتفكت نلقى واحده ان شاء الله نلقى ثنتين باذن الله انا ما ادري صراحه انا جبت معي السرير لو غينا ننام نروح محطه ننام فيها معي حق الحراره ثنتين اكل ومويه زينه خمسه المويه زينه بنلقى في الغالب بحيرات وكذا وعندي تمر لو ميت جوع مره اقضيها تمر مو مشكله يوم 13 اوكي 13 يوم في اللعبه بيرنا وينها ما جت يا عيال بيرنا يا بزر يقول <applause> يا عيال كذا تقعد <applause> تستهبل علي ذي تسحب علي مصيبه فضيلك أنا كل شيء دور وراك يا ما قاعد تلحقني ليه؟ جوعانه اكلناها ها ايوه لحقتني اخيرا اخيرا الظاهر عشان انا كانت جوعان الظاهر اوكي يا عيال مستعدين انا اتوقع بناخذ كذا اوراق وكذا نتعلمها وبعدين يقول <applause> نحتاج الارتفكت ويلا انقلع يعني ما ما راح يصير شيء اليوم او هنا يا بسم الله مستعدين ايوه ايوه بس يحتاج بارل يا يحتاج برميل برميل مو قنبله صغيره مشينا عشان ندور ارتفكت مشينا مطولين على ذا نفجر نحتاج نتعلم كيف نجيب البار هذا قنابل ببرميل فهمتوا انا رمي قنبله واحده مصدق <applause> عمري انفجرت قالت <applause> والله يا خايسه تلحقيني يا بيرنا ايوه شاطره طيب الان بصراحه ما ادري وين نتجه احنا هنا مفروض ابغى اروح انا سيده الصدق تعال يا حلوه ابي اروح سيدا بس ما ادري وين السيدا ابي اروح هنا فوق طيب آه, انزلوا برنا بيرنا يا زك تعال تعال حط حط هذا حطه هنا عشان نتأكد طريقي صح ولا لا اوه آه. آه جزيرتي مكانها غلط جزيرتي هنا هنا انا حاطها هنا فوق قلّب الغباء طيب نبي نروح يمين شوي زياده كذا زين تعال يا <applause> بيرنا يا تبنا في جبل كبير مرة قدامنا ما أدري هل أنا رايح هنا لأن كنا حدود خريطة يعني أوكي نفس الرمل ها نفس الرمل اللي عند الحديد مشينا مشينا ننزل هناك الظاهر في <applause> نزلة حلوة والله أعلم الله يستر الله يستر والله إني بديت أخاف منطقة ما تطمن يا عيال هي بس يعني يعني تضاريس مختلفة بس يعني ما هو بشيء فهمتوا تشبه الحفرة اللي فيها الحديد والله تشبه لها لكن حنا جيناها من ورا ظهر جيناها من ورا يا عيال الله اكبر وش الجبال دي وش الصخور تعال اشرب اشرب مويه هذه منطقة مبنية يا عيال ما هو بصخور عادية صح كأنها كذا مبنية مالها باب منطقة جبلية على اليسار او صخرية ايوه هذا مدخل ذا بارور بيرنا اصبروا لي ها والله بنزل بدخل في الحشرة جوا ايلين جوا ديد تري احس دي. وش ذا المكان علامة حمراء هنا كنا في دمان مو دم هذا الصخور نفسها كذا غريبة طيب مشينا مشينا يعني هذا وادي هذا وادي واضح هنا كان في مويه فما اتوقع بنلقى في سكن لان ما حد بيسكن في الوادي يسكنون فوق الوادي المفروض المشكله يا عيال تدرون شو؟ والله اني ما ادري وين فيه يعني الباصر عندي ضاربه انا ما ادري وين الله حاطني قاعد <applause> امشي بس في نسور فوق معناتها فيه مويه او فيه جثث اخ مره لقينا نسور كان فيه جثث بس احتمال في مويه برضو لانه دور مكان تشرب فيه. اه المكان ما يطمن قسم بالله. مزيونة وراي اوه قايل لكم يا عيال في مويه. قايل لكم يا اخي قسم بالله ذيب. لا تنحشون ما نسوي لكم شيء. يا كثركم. والله انكم كثار. بنعبي بنعبي بس هنا ونريح شوي بس والله. في شيء تحت هنا في طريق في كهف اي والله كهف يا عيال ورا ذا ما يعرف يطفو اطف يا ورع انا خايف ايوه مثل اوكي نجمع ليش لا ايوه وسلفر بس كذا يعني ما فيها سكرولات شيء طيب بكمل سباحه اتوقع بلقى شيء يمين الله اعلم الله اعلم اتوقع هنا في شيء يا اخي اسمح زين يرحم لي والديك في بوستر اما عاد مسويين دعايه 2021 توكل على الله وشو انا جاي عند مكان يا عيال يسوون دعايه لعبتهم هذول سطرهم طيب بعدين خلص مكانكم هذا هو يا حلوين ممكن توخر يا بعرور شوي ودي اصيدها وين بيرنا وينها؟ بيرنا وينها؟ ايه حاشت طيب اوكي مو مشكله يا عيال صراحه ما استفدنا اي شيء من الجيه رقني يا اخوي تسلق خبرك تعرف تسلق ايوه طيب هذا الطريق انتهى المنطقه دي انتهت ديد اند يا عيال يب ديد اند حرفيا ودي ودي احط درون خنحط نحط خل نحط نحط ابغى ماركر بشوف انا ويني الله اكبر انا فوق هنا تعال تعال عطني عطني وش الداني هنا فوق طيب صرنا اصدقاء خلاص اوكي انحاشت تعال تعال عطني حق ماركر ثاني سوينا لنا سير زياده يا عيال للمستقبل طيب لان بنرقد هنا ونكمل بكره الطريق طيب <applause> فعطني <applause> لو سمحت هذا خلنا طيب الحين اكتشفنا انه موجه هنا السهم فبكمل كمل هنا على الوادي هذا اللي يشبه والله ما ادري وين اكمل والله اني ما ادري وين اروح يا عيال خل نمشي بس يعني حلا ربكم في شيء قدام هناك فوق صخور الظاهر مشينا مشينا ما انا مجمع الحديد الحين صراحة مو بأكبر همي انا اكبر همي الحين القى شيء القى اي شيء يا اخي غريب اللعبة ما تدري ما يا اخي مشكلة ما عندي انا ماب قسم بالله شيء غريب بيرنا بسرعة الحقي يلا تخرن علينا والغريب يا عيال انه ما في شيء هاجمنا في المنطقة دي صح؟ مرة غريب ايوه بيوت وش ذي حضارة هنا كانت يا حبيبي شوفي في فوق بعد عمارة يا عيال أيوا أيوا أيوة. كيف فاضي ما فيها سكرول ما بنازل أنا ما بنازل ما بخاطر أنزل صراحة أوه في سكرولات وش ذا إيش اوه اوه الحين اتعلم الطين طب ما اقدر ادخل اخذ ما في شيء جوا بس كذا توقعت اقدر ادخل اخذ والله يا عيال المكان ذا غريب ما لقيت شيء كله طين اوه هلا اوكي ايه اشياء خايسه مره ما في سكرولات مشكله البيوت مره كثير فانا خاف اني افوت بيت ويطلع في شيء مهم عرفتوا فقعد روتها كلها لقيت طين لقيت ود ود ما ادري ايش بس ما في شيء مهم يعني ما ودي اقولها صراحه بس مستغرب من الالينز ما طبوا عليه للحين والله يستر لا يدهموني الحين المنطقه الصخريه من جيناها ما عاد صار يطلعون لي بس الرمل هنا ما يجون ما ادري لاحظت هالشيء انا الارض هذه تشوفونها فيها حصاء <applause> مو بس رمل ما يجونها درج درج طين علمني اياه ايوه يا يا وش الخياس مثل انقوت الله وش اللي مثل اللي حاط واجد اوكي انا اتوقع الزبده فوق <applause> هناك شوفون هذاك البيت تعال تعال بعرور بيرنا تعالوا بسم الله وش ذا البيت يا حبيبي الو ايوه الاضاءه تغيرت فجاه اتوقع هنا بلقى سكرول بسم الله ايوه ايوه ما في شيء تكفى ما اقدر اولع ذي ما اقدر اولعها ما في اي شيء بيت فاضي بس هذه احنا هنا فوق ظهر احنا هنا فوق نهاية الوادي في شيء على اليمين هنا مفروض اذا كانت خريطة صح والله ما ادري زبدة ما في شيء هنا وغريبة والله والله غريبة ما في اي سكرول ولا تبن شوف هناك أشر على ايش؟ أنا هنا! أنزل تحت كذا! يعني هذا كذا تقريباً، بحط كذا كذا واحدة عشان أعرف إن هي الآثار. طيب، هل ننزل تحت كذا؟ لو نزلنا تحت بنروح للأهرام، نرجع للبيت. بس ممكن نلاقي شي في طريقنا، مشينا مشينا. مشينا وشو هذا؟ وش ذا ورا كذا يمشي؟ وهذه وشو؟ ها هذول صدق <applause> ذول اوبا والله يصدق <applause> منطقة <applause> ضباع يا عيال منطقة ضباع منطقة ضباع اشو انه غبي اشو غبي شكرا حلو اللي بعده كم عندي رصاصة 14 تكفيكم كلكم ان شاء الله والله مليانة باقي واحد تعال تعال يا حلو تعال ست طلقات تكفي بس جردناهم جلد يا عيال ايوه والله بنجمع لحم مره كثير مشينا مشينا بعرور بيرنا الحقينا يلا ليتس جو خلينا نكمل الطريق يا عيال كان بريك كذا بس بسيط ونجمع كذا لحمه لان شكلنا على طريقنا هذا شكلا بيرجعنا البيت ما راح نكمل ما راح نستكشف شيء جديد الظاهر طيب المهم الحلو في الموضوع اكتشفنا المنطقه هذه كامله تقريبا وعرفنا ان هذه الجهه العلميه ما فيها اي شيء كذا بس شكل في اضباع هنا وجلدناهم ما يهمنا المرة الجاية إن شاء الله نكتشف هذه المنطقة إذا إلا إذا كان في مكان ثاني لازم نروح له بشيك أنا قبل بتأكد وين أروح بالضبط وبروح له أما أروح كذا على عماها أتمشى ندور هذه خلاص انتهت من اليوم انتهت أوعدكم بهالشيء الحلقة الجاية بإذن الله الارتفكت الثنتين بنجيبهم على العموم على ما نوصل البيت راح نوقف هنا أشكركم استمتعتوا ناس تشكركم في القناة حطوا لك لكم مقطع سلام